ساجد كي سقو النبي جوجا نين اللي يرى النبي جوي مدو قعنت تاجي سؤال شو ويدين يا لبكت الله تاجي يركي سؤال عجيب وصو صار وحيري يا رسول الله نزنا ما دين كري زنا ده الله يقول هذا بودي صحابة هو يا بس أسوء يا جماعة تري مركب النبي جوري داي 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 سو ده هو ولا لما كولا دشين قبلا ولا لا ها ولا دشين ها بريار ملاه ده ها إدو ملاه ده ها عين كم ولا ها رالي ما كتا كوا قرابة تين إيه الكا جاي نو حلولة تجو وان المشي جو جو واحد كل سمعي ما يدي مشان كا قانا بودي وعند الزنا إيه فصحبة دي قلت لي هذا الزنا ده كوف صحبة كسوقات قبل ده الزنا ده أول تجي سيد رجع هل كافر اليوم بأما ولا شيء تهي أو ولا لغو توصل تهي أما هبرير لغو توصل تهي أما إدو لغو توصل تهي أما إن أنت سيا يتهو ودلو أبو قطو سيهاي سدادو قبو كوا جا أدو حار رالي أدو غلا هين أيا كونا كوا در رالي كلام أبو كويدي مركب يا رسول الله إله دم دافي ويدي مركب النبي قصود وكويدي لاب تهلك أبو النبي قعان توس سارة وحودي إله فرجي سنة فحش جا إله كدور دم بيجي سنة إله كداف قلب بيجي سنة حمانة إله كسر بودي بالفرس طبيب طبيب الأمة مع اللهم ده أدوك ما سومر من سومر دوني وقال محمد عليه الصلاة والسلام مع عجيب أبوها يركي يرى وحيري ما لنتبع يقدم بيسي حمان أكو هميوا ما لدو النبي يقول لابتا وقعنت إيه سارا يقدم بيسيب لي مساجد قد أحد السنين عربية عورتي سيدو الله صبع أكو كاذي صحابة أكو يعين كجوك أبو نبي يقول هل بكو كاذي نبي كبدا قاضى أكو شبا سيقين أيقو يربو يلي كاد إذا هكوا كلا جوينين أبو النبي وكويل دعوه فرحة كقاد أبو النبي هل كوكو كات سنة بيكبر لكم الصبا استجينا أوي يري لماذا بنيت المساجد مساجد وحي الله دسي أبو النبي وشجع نكي حول والله ما علنا لم يذا هرو ما أركن دب دمنا وما أرك يبود إما دبسن إما عاين وحنا يقو مدفن إله أني محمد نون حريص عد كلنا هنولنا حريصا بودي مركب النبي يقول رحمة الله هي واسعة هاي أيا اللي بدنا نقصه كوبته كدر أصحاب تهذا أبو النبي يقولي ودعاء دعاء كدر أيه كنا مركب أسلوب تدتك الله إصلاحنا يو أي أمد توبة يا إلهي حق صلى الله عليه وسلم وحي كقاتين درس محمد عليه الصلاة والسلام رسول كنيبه كقاتين عليه الصلاة والسلام عمر الفاروق رضي الله عنه أيا واحد جري إنن رسائش الرسالة لها وكان يمارك تاني أرض الشام عمر نكي بوايي بوس كيس إنن كلا يمدي مرقاس عمر كوي لور نكي هبل هبلها الرسالة لها إيه كين جري نحريرين جري مي يا أمير المؤمنين ننكي وحال الأوسم بري رحذان لقولي دينتي وكان نغضي شارب الخمر بو نقضي دولكو كدعي مركز عمر كعي او فريستي او كعي او فريستي مركز رقي نقون ايه مولا دار دار موح و كويري ورطا نكا ودو تاكيسان و سلام با ديگا گرسين ايسان ورقاد نوان نيگو دي برسالة دي رسالة دي او گي يقول دي انتا ندو تاكينا دعب بلاح بر يبول قلبي يسا الهي نسوج يدي في سورة غافر أيو كشاق ابن كثير رحمه الله أوائل كيغة سورة آية ده وغهر شرحه أيو كشاق آية ده نمر كعمر وغر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب وقابل التوب ذنبك يا دف لا توبتنا يا أقبل لا
ورقدي بك قادن عمر سيدي عمر كودر دار ما بيسميين ماركي بوقنين زيارين وي دعيين وو دعيين مدى دعي انتو دين امين بيدادين نكي بي هالكي سيو قتاقين يكوين هادين مدينة المنورة كسعونا عمر ما كسعونا حقيس حي ونكاوي دي ما عمر بانيقا يتبعي ها وكتبعي عمر حي ورقدنا ونوكا سو دي بي سلامنا وكا قسنا ورقدنا آخر سو ورقدي بك لفري غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب للمين يا اللي ماذا كسعوتا للما كدادن يا سنكي وصو إسلامي إسلامي ما دي سوي حقاكت أما أو توبت كانوا توبت دي سوي حقاكت بري الدنب الجماعة دي عمر كسو نغطي عمر وحكا لما ويدين وحويري نكي إبالي يقور رمب وحويري وعلي أمير المؤمنين سيدي آت سمايا نقول تريبا سمايني ورقا ديوانو قادني سلام بانو قيني انت انو تقين وان دعاي سنين لو يقلبك سيلعي سوجي ديو يا أمير المؤمنين نبشرك نكي وصور نوضا إلهي بوصور نوضا وطوبت كاني مرقاز عمر كويل صحابة دا مرقاز عرطان نن مسلمة او سنبرير حدي او إلهي طاعة دي سي عبادة دي كدعي مرقاز عرطان ارصدا اولا نغمة بكوري صدا اولا نغمة إنه كان هذا درين كالله نسيب ها تتبادن ما أنت مسلمين ناس قد ضيعن لكن عدو الضمغة مركي وايين عد توبض أبوية مركي وايين عد مساجد أبوية مركي وايين عدو أوي ذهبين كي مركي وايين عدو النحريسة مركي وايين أيها كان قاركو دوية قوستين بشر الحافي بشر بن الحارث الحافي نكل ونجري من أئمة السلف بوها رقم ومدن هجامي ياشي وحوها اللقو دينا يبو كمين نغضا مركي دم صالحين تا أقل قيس وحا اللقو عياري جريب اللي يلي دفك إيا مارك تاني رخص كان لقو عياري جري أو رقيا دمر قاس كده اختلاد جري نين مالقبين أيوها هبين هبين هذا كمين نين قرعب أو عمامة دانا قدو متى الباب كا أقل قيس يسسو تاقي نيكي بواب كا هاي الباب كا أجو غيب كو يلي نيكي أقل كان اسكالي ما أدوم با مسوا سيد منين حربا سوانين أضونا بريقة أضوما جرجر ولا يمسجر أضوما هم وقتا مركا أبو كويري ساقو حوقاتا مركا إنو لي أنك نوانين عين كاسو أضونا أو ما يعني مركا ما يوحر مركا وحر ما ها أضونا وحر سندوش أسرو كاركا يعني ها محر با ها ووحا أقل قيسة سيدا الله أقول عيارة لان سببت أقل قيسة الله أقول عيارة وحر بس هو يقرر عليها وسكي قتكي معنى ننك نسقو حوجي دي هدو أدون إلهي ويهي أغل قيسة حمادة لقو مصر يعني وانين لحربانه سوماها حربانه تاسو سقو مركا أوجي دي دوشو كارك وصورة دعي بواب كيب ويهي مدنك واش ماكي الباب كوجوغي أو أضيق الدقي أوتغي محاد كتير محوك كايري لابدا سؤالات بيوه ديو كوري ننك أغل قيسة سيد الله قعي عاريو وحربان سوا أدون دي محاد كجوابتي مرقاس ولد وحان يا سيدي سيدو يا نكن وانا حر مرقاس والله حرمي هي بول اضون بان هي بول اضون عقاق بوكا قصون على عياق الكيس دوش سري الباب كجيد كايو تاغن يا سوق عقاقن وكدبا دقاق نكي اقل كيس كوما سو نقون بلد عقاقي او عقاقنا اي الله قوم مقعدر بشر الحافي بشر كعقاقنا مساجد كو غلي فتاب توبة النصوحة حلقات العلم يبو كحن مي علماء الربانيين تيبو لفر يستي تارة في الذكر وتارة في التلاوة وتارة في العلم وتارة في العلم الحديث مركز دموحو نغضي ولي من أولياء الله بو نغضي بشر بن الحارث الحافي قالت معلمها كماذا يساقنا وحاو صومري ملقى الشنة أيو أركي لفظيقا اسم الجلالة الله ورقد ku qoratay iyo meel qashina dhexta labu arkay oo ka soo qaaday lacag yar oo dirahim yar u sitay u lahaa magaalada tago cunto kaga soo gado maadaama uu yahay talib al-ilm oo gaajoonaya ayuu yiri magaci ilaahay uu arko qashin dhex yaala oo ka soo qaaday lacagtii intuu la tago dukaanka cadar laha ayuu cadar intuu ku soo iibiyay qiimo badan oo qaaliya ayuu warqadii magaci ilaahay ku qornaa buu ku shubay cadarkii udgoon buu ka dhigay udug markaas miskiidka meel fiican buu ka dhigay warqadii
gaajana uu ku seexday habeenkii waa warqad habeenkii markuu seexday manaam lagu yidhi sidaad magacayga u udgoonaysiisay ayaan adigana magacaaga kor u qaadnaa ilaahay ilaa qiyaamah warqad magacii ilaahay ku qornaa ayuu dhaafi waayey oo lacagtii uu raashinka uu lahaa ku gadatina uu horay uu ku soo udgoonay cadar ugu soo gaday imisa dad muslimiina oo islaamnimada ku dhalatay oo qulubtooda ay ku qoran tahay laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah oo si walba gaaladu ay yeelan inay gaalayaan oo la gaalayn waayey ayaa dayacan maanta ayaase ka soo dhex qaaday u fikiraya intaynan masaajidka soo gashay camaraysa inta khayrka jeclayd baa nahay innaku raaqibiintii baa nahay khayrka jeclayd ee culammada ku xidhnayd laakiin inta aanan maanta khayrka jeclayn ee maqaaxiyaha fadhida ama meelaha lagu fasiga lagu sameeyo ku sugan ama qaflaysan ayaa boqolkii sideetan iyaka inaga badan maanta nicmad hadday haystaanna ilaahay ugu shukrini maayaan way kufrinayaan balaayo haddii la soo daristana ilaahay u sabri maayaan oo sabri maayaane way quusanayaan cid markaa waxaa loo baahan yahay dadka maanta gacanta soo qabata islaam baa wax ubada ilmo yaroo keliya lahayd laakiin ilmahaasi caqligu ka jiran yahay caqliga bal waliba hooyadii habeen habeen u tumaa ilaa caqligu wax ka qabaye markaase iga qabta iga qabta iga qabtay tiraahdaa dadna markaaba jaar kuu soo gurmadaan oo way ka qabataa baa layidhi waa laga qabtaa maalin maalmaha kamida ilmihii sidaas ahaa ee dhibta iyada ku hayay ayaa ka lumoo ka hallabay baa layidhi hallogu wataa misa soo maa waa ka lumay de macnuhu markaase alla ilmahaygii alla ilmahaygii way wiilkaygii way wiilkaygii dadkii baa ku yidhi maxaad ka raadinaysaa kan maxaad ka raadinaysaa uu ku dhibayo dhibna uu kugu hayee iska daha kaa maqnaadee way macidaan isaga ahayn oo kalan leehay bay tii balfes sida hooyadaa ilmaheega ugu naxariisanayso ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ugu naxariis badnaa magaalada maka maalinkii markuu maro nebigu kuwan la hadlo kuwan la hadlo kuwan la hadlo faminhum man tafala calaa wajhihi wajigiisa qadhuufta nebiga lagaga tufaayey waminhum man sabbahu qaar way aflagaadeenayeen nebigeena way caayayeen oo afkay ku taagayeen waminhum man darabahu qaarkood way garaacayeen nebiga sal allahu alayi wasalam waminhum man xasa turaaba calaa wajhihi qaar carada intay qaadaan bay nebiga ku shidhinayeen oo maalinkii gobolku habeenka markuu dhacana wuxuu lahaa yaa rabbi ummatii ummatii yaa rabbi ummatii ummatii yaa jibriil u tag xabiibkayga muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuuka yaa muxamed ummaddaada annagaa kaa raalli gelini doonaa kuguna dhibi mayna baa ilaahay ku yidhi raalli waxaad raalli adigu aad ku noqotaan ummaddaada u yeeli doonaa baa ilaahay yidhi wax adiga ku dhibana ummaddaada ku samayni mayne isqabooji baa nebiga lagu yidhi markaasuu nebigu lahaa yaa jibriil ummatii ummatii yaa jibriil ummaddayda ummaddayda ma lahayn inantaydii faatimo iyo zawjadeydii caaisha iyo zawjadeydii khadiijo iyo may ummatii ummatii inakana dareenka hadde allah inagu arsaaqo xilbaa diinta inaga saaraan halkii nebi maxamed sal allau slam inakaa ku jirna booskiisii maanta booskii nebiga ayaa ku jira waa inuu qof kastoo muslima u yidhaahdaa booskii nebiga anaa ummadda ugu jira maanta uuna dardaarmay nebigeennu xajat alwidaac wuxuu idhi anina igama dambeeyo inagana ummad inagama dambeysee ka shaahidka xaadirko ka maqan gaadhsiiyey saasee markaa diintan inagu soo gaadhay dee insha allah dhahada inakuna inaan halkaa dadaalka diinta ka sii wadno oo haddii laynaga dalba diinta inaan waqtigeenna ku bixino insha allah dhahada soo diyaar ma nihin insha allah soo diyaar garooba insha allah allahna inagu anfaco saad noo soo dhaweyseenna dee allah inikana inii soo dhaweeyo masaajidkuna waa masaajidkeennii inikuna dadkayga iyo ehelkaygun baad noo tihiin waa ni soo buuqanay kulankii baan ka soo qayb galnay ijtimaaca si fiican buu u dhacay
runtii dewa madaqadeena nu baa ishtimaaciye maanta dadweyda ka dhacaan ogaada Djibouti iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo Nairobi dadka inaan afkeena Soomaaliga ku hadla ee madaqadan ku nool wax weyn baa Ilaahay la doonay maanta wax weyn baa Ilaahay la siiyay saxwada iyo dhaqdhaqaaqa iyo kulanka iyo culumada iyo masajida iyo madarista iyo macaahida iyo culumada meel walba si xor diinta Ilaahay u sheegaysa manbaci Qur'aanku ku soo degay manbacul waxyi xurriyadda maanta aan ku haysano wallahi kuma haysano wallahi kuma haysano culimada mamlakadu maanta marka inagana nicmada Allah ino ilaaliyo iyakana amniga Allah u soo celiyo xurriyadii diintoodana iyakana Allah u soo celiyo amni iimaankana Allah ino ziyadiyo diinta daacada Allah ino macaaneeyo dad badan oo walaalahayna duco doone qaar xanuunsayna nin walba halku ka bukana caafimaad sare Allah ka siiyo qof walba halku kurbaysan kurbad Allah ka qaado qof walba muraadkiisa oo macsalayna gacanta midig Allah ka siiyo amni iimaankana Allah ino ziyadiyo dadka wadankan ee islaamka aan ahayn ee gaaladana waa dad dabacsan oo jilicsan iyakana ilaahay hidaayad Allah u faysalayo ilaahay qulubtooda ha soo jeediyo kuwii sababtooda ummadu ay ku hanuunaysan inakan Allah inaga yeelo hada wabillahi tawfiq wa sallallahu ala sayidina muhammad